الواقعة حدثت بثانوية الشهيد مصباح حميد برشيش بالقصر ولاية بجاية، حيث ادعت الأم المدعوة ليندا وطاح أن مدير الثانوية رفض التحاق ابنتها بزميلتها وطردها من الثانوية بسبب أنها ترتدي جبة قبائلية، لتقوم الأم بنشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي وتثير الرأي العام الذي ساند المدير في بادئ الأمر، ورأى الجميع أن تصرف المدير مبرر ولا مشكلة في ذلك. يتفاجأ الجميع في الغد باعتذار قدمه المدير للفتاة وأمها، معتبرا أن الدخول إلى المدرسة بالزي التقليدي أمر عادي وأنه أخطأ في تقديره، غير أن الحقيقة من كل ما حدث أن الأمر مفبرك لركوب الموجة وتحقيق مآرب غفلت عنها الأغلبية الشعبية المضطهدة. والبداية من الأم المدعوة ليندا وطاح، وهي عنصرية متطرفة تنتمي إلى الحركة الإرهابية الانفصالية مارك ذات الولاء المطلق للإرهابي فرحات مهني، كما أن الواقعة حدثت في بجاية وليست بولاية أخرى، والأمر الثاني هو المدير الذي ينحدر من نفس المنطقة. المشكل ليس في دخول المدرسة باللباس التقليدي، الحادثة مفتعلة، والدليل ما فعله المعلم الجاهل الذي سولت له نفسه بارتداء لباس نسائي بهدف الترويج لقضية نسجت في مخابر فرنسية بفكر يهودي صهيوني لإثارة الرأي العام بمنطق الجهوية والنزعة العرقية، وذلك لترسيم يوم يميزها عن باقي الشعب الجزائري، بعدما نجحت في ترسيم لهجة على حساب وطن بأكمله بعد أن قاموا بمسيرات في تسعينات القرن الماضي ضد تعريب المؤسسات، ونجحوا في تعطيل اللغة العربية ودسوا بيدقا منهم يدعى صالح بالعيد على رأس المجلس الأعلى للغات العربية لتحطيم ما تبقى منها، كما فرضوا راية عنصرية على حساب راية الشهداء صممها جاك بينيت مع عبده المطيع محمد أعراب بسعو، ولغتهم اخترعها لهم مولود معمري باجتهاده الخاص ومساعدة عملاء مجندون من المخابرات الفرنسية. والجبة بلغارية مسجلة لدى اليونسكو بأنها من بلاد البلغار وليست من بلاد القبائل، وتاريخهم كله مزور، والمعضلة أنهم هم من يسيطرون على المشهد في الجزائر ويتحكمون في كل مفاصل الدولة، والكل يعلم أنهم سبب خراب وهلاك هذه الأمة، والله المستعان. وسط زحام الكذب تظل الحقيقة تائهة، نوثق الخبر وسط زحام من الزيف.